إيمانا بالدور الذي قدمته دولة الكويت تجاه المتضررين من السيول في الجمهورية الإيرانية، قام فريق لجمعية الهلال الأحمر بزيارة ميدانية لبعض المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول التي اجتاحت جمهورية إيران مؤخرا. يذكر أن مجلس الوزراء كلف الجمعية بتأمين المعونات بالسرعة الممكنة، وذلك بناء على أوامر سامية لمساعدة المتضررين في إيران. ما هي احتياجاتكم؟ أخبرونا لنساعدكم. بهذه الكلمات بدأ وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي مع جمعية الهلال الأحمر الإيراني بعد وصوله لمحافظة جلستان شمال إيران التي كان لها النصيب الأكبر من السيول، مشردة الآلاف من سكانها. ومع ساعات الصباح الأولى انطلقوا حيث مخيماتهم ليقابلوا أناسا تقطعت بهم السبل وفقدوا منازلهم بكل ما فيها، فتحتويهم خيمة وصلتهم من دولة الكويت. وهنا بدأ أبناء الجمعية عملهم العطاء. المحافظة هذه كانت هي أول المحافظات اللي ضربها الفيضان، وعندهم مشكلة بالشمال هني لأن الارتفاع كان متر ونص، وكل ما خف شوية نزل الماء اللي متجمع من الثلج في الجبال، فبالتالي هي كارثة حقيقية، والناس اني بحاجة إلى أشياء كثيرة. إن شاء الله بالهلال الأحمر الكويتي نحاول نوفر هذه الأمور. وفي حضور لم تعتده ساحات الدبلوماسية كثيرا، وقف القائم بأعمال السفارة الكويتية كتفا إلى كتف مع رجال جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حيث مناطق السيول التي يصعب الوصول إليها، مرتديا زيهم باذلا معهم. الامتنان الذي لاحظناه ولمسناه من قبل العوائل والأفراد التي قدمت شكرها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب الكويتي. الكويت بهذه الحادثة لبت دورها الإنساني والإسلامي تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدولة الجارة والصديقة. حيثما حلت كان صيتها صنوا لاسمها، فما أن يسمع اسم الكويت يحضر كرمها، وهذا ما تقرأه في عيون الناس هنا، أطفالهم قبل كبارهم. ورغم وعورة الطريق وبعده ومشقة السفر، يحضر أبناء الكويت هنا وقدوتهم قائدهم أمير الإنسانية. وهذا ليس غريب على دولة مثل دولة الكويت، خصوصا أن أميرها هو قائد العمل الإنساني في العالم كله. لا الحمد، قمنا بالتوزيع هنا في هذه المحافظة، محافظة غولستان، وتم التوزيع بنجاح كبير اللهم لك الحمد في قريتين. قمنا اليوم بتوزيع المعونات والمساعدات، وقمنا بإيصال الرسالة الإنسانية إلى محافظة غولستان، وقمنا أيضا بتغييم الأضرار، ولله الحمد هناك تحسن في الوضع، وكان الجانب الإيراني كثير الإشادة بقائد الإنسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه. احنا موجودين حاليا في إيران من توجيهات صاحب السمو أبونا أمير الإنسانية في مساعدة أخواننا في إيران لإغاثتهم في محنتهم الحالية، وإن شاء الله نكون ما قصرنا يعني مع أخواننا الإيرانيين. وسط بقايا القرى وآثار الطرق التي غيرت المياه ملامحها، بزغ هلال الكويت ليعطي مثالا بالإنسانية والفعل، مطبقين شعارهم الذي لطالما ميز جمعية الهلال الأحمر الكويتي. ساعد تسعد بل وتسعد، شعار نقله رجال جمعية الهلال الأحمر الكويتي من الكلمات إلى التطبيق، بل ونزلوا به إلى أرض الواقع مع أناس تعرضت منازلهم إلى الدمار، ووقفوا معهم جنبا إلى جنب وهم يقولوا شعار الإنسانية ونحن نطبقها قولا وفعلا. أحمد سامي، تلفزيون دولة الكويت، محافظة جلستان شمال إيران.